عندما تنهار الدولة ويفتك الفقر بالمجتمع، يتفشى الجهل بينهم وتنتشر الخرافة، وهذا واقع في العراق الجديد. محافظة نينوى تشهد أعمالاً غريبة عن الدين والمجتمع، أعمال سحر وتعويذات شركية وجدت في نهر دجلة. نعم، حقيقة كان هناك مجموعة من الأسحار تم العثور عليها من قبل الأجهزة الأمنية، وكعادتنا تبرعنا بالذهاب إلى أخذ هذه الأسحار وتفكيكها والعمل على إبطالها، ولله الحمد والمنة. الشرطة النهرية انتشلت أكثر من 50 تعويذة وعمل سحر ألقيت في نهر دجلة، وهي المرة الثانية التي تعثر فيها الشرطة النهرية على مثل هذه التعويذات، حيث التقطت قبل نحو أسبوعين كيسا فيه أكثر من سحر. أحب أنوه على مود موضوع السحر وموضوع الشعوذة. مع الأسف الشديد يعني هذا الشيء ملموس وهذا الشيء موجود، وأكثر الناس جاي تعاني من هذا الشيء. يعني أكو أسحار مثلا تدمير، أكو أسحار تعطيل، أكو أسحار تؤدي إلى الموت، يعني تسبب الموت، أكو أسحار تفرق بين الزوج والزوجة يعني. ولا شك أن الظروف الاجتماعية لها دور كبير في انتشار السحر في ظل غياب التعليم وتفشي البطالة والفقر. يمكن تفسير مفهوم السحر في ضوء علم الاجتماع من خلال النظر إليه من زاوية المرحلة الحضارية، والمقصود بالمرحلة الحضارية هي الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على جملتها اللي يمر بها المجتمع، وهذه الظروف في طبيعة الحال مرتبطة بحالة أكبر منها اللي هي الظرف الحضاري للعالم أجمع. ولقد حذر الخطباء والأئمة من خطورة تفشي السحر في المجتمع وأثره السلبي على الدين والدنيا. هذه الأعمال شيطانية تبعد الإنسان عن رحمة ربه، وكأنه يقول هذا الدجال أو الذاهب إلى السحرة والدجلة أن الله ليس له القدرة، وأن المقادير والآجال ليس بيد الله، وهذا بحد ذاته كفر مطلقا. والكفر المطلق هو أنك لا تؤمن بالله أنه القادر على كل شيء قدير. علاج هذه الآفات المجتمعية يبدأ من محاربة الجهل، وقبل كل شيء وجود الدولة التي تؤمن للمواطنين الحياة الكريمة وتحارب الدجل والخرافة ومن يعمل على إشاعتها وترسيخها في المجتمع.